مساء الخير بمباركة المبارك وبطأطأة رؤوس عرب أعلنتها إسرائيل حربا على غزة مستفتحة بمئتي شهيد والحرب لا تزال قادمة اختالت تسيبي لفني في القاهرة قطفت انحناءة رضا وعادت لتنفذ ما دار في غرف العرب السوداء لكن مصر كانت رؤوفة على الأموات ففتحت لهم المعبر الذي أغلقته على الأحياء من أهل غزة دانت مصر الحدث بعد أن شاركت في صياغته تهافت العرب على الاستنكار المتأخر والذي كان مرصودا أيام الجوع والحصار والقتل بالتقسيط استنكار فضحته تسيبي ليفني عندما كشفت عبر يدي عوت أحرنوت اليوم انها ابلغت دولا عربيه وغربيه بالتحرك الاسرائيلي العسكري ضد غزه، وبموجب العلم والخبر فان اي اسف عربي يسقط امام الاعتراف الاسرائيلي. فلا يقنعنا زعماء الاعتدال العرب تحديدا انهم يعانون في سرهم ويتاثرون لمشهد اليوم الدموي، ولا لتلامذه غزه وهم يحتمي بعضهم ببعض خوفا ورعبا من طائرات الموت. في المواقف البيت الابيض اعطى الضوء الاخضر للمزيد مطالبا حماس بوقف الصواريخ حتى يتوقف العنف السعوديه اعطت ضوءا مماثلا عبر صمتها القاتل سوريا بدات اتصالاتها كرئيس للقمه العربيه قطر استنفرت اتصالاتها لعقد قمه عربيه طارئه بوصف اميرها رئيسا للقمه الخليجيه وقد وافقت معظم الدول باستثناء مصر التي انبرى ابو غيطها الى تصريح اوقح من العدوان اذ قال نحن حذرنا سابقا ولم يسمعونا لكنه حذر حماس ولم يحذر اسرائيل من عدم الانجرار الى بحر الدماء وبين رزمه المواقف ضاع محمود عباس ابو مازن ولم يعثر له على اي اثر بعد ان كان قد حمل صواريخ حماس اسباب الازمه ولم ينتبه لاسباب الصواريخ واقلها الجوع والموت والحصار الاسرائيلي المصري. غاب ابو مازن عن وعيه وظل منتشيا باطلاق اسرائيل سراح 220 اسيرا قتلت بدلهم اليوم 200 واكثر. معذور ابو مازن الذي كان بالامس يعرف وزير خارجيه الامارات بفلسطين من بوابه اسرائيل. وحري بنا اليوم ان نسال الشيخ عبد الله بن زايد عن المعابر الاسرائيليه التي اصر على الخضوع لها وعن وضع الفلسطينيين وابناء غزه الذين لم يلقي عليهم تحيه العرب ولعل المئتي شهيد اليوم يعيدون الوزير العربي الى رشد ابيه والاهم ان دماء غزه هذه ستفتح ذاكره شيخ الازهر الذي لم يسمع يوما بحصار غزه مستهزئا حصار ايه وقرف ايه؟ وصله الحصار اليوم بعد ان وصلنا قرف المواقف العربية من شيخ الازهر الى ابو غيطه وصولا الى الهرم الكبير انتهى يوم غزة على حصيلة سوداء والباقي رؤوس قاده حماس التي تنتظر ربما عوده وزير خارجيه السعوديه سعود الفيصل من الهند ليومئ برايه على قطافها وذلك بعد ان يفرغ من الوساطه بين الهند وباكستان واعان الله الدولتين على وساطات وزير لم يفلح عند العرب فذهب يجرب دبلوماسيته لدى الهنود الحمر ومن تحركات العرب الى لبنان الذي اقتصرت اندفاعته على شارعه لكن غ